وفي قضايا الشرق الأوسط ما في شك أن السلطنة قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية في كل مراحل الأزمات التي عصمت بها المنطقة. نعم يعني بتبارى من أيام أزمة أفغانستان وحتى الآن، وما زلنا في العاصفة هذه القائمة، ولن تتغير هذه السياسة طالما هي مرتبطة بتحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن في هذه المنطقة وغيرها من المناطق.